بمجرد الإعلان عن تمرير مشروع الدستور بأغلبية ساحقة لأصوات المشاركين في الاستفتاء عليه، انطلق التفكير في المراحل اللاحقة، تفكير ينصب أساساً في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أهمها الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل كما قرر الرئيس سعيد. وكل الأحزاب الآن بدأت تتجهز للحدث. نحن نناقش اليوم مع كل القوى التي تلتقي معنا في تقديرها للموقف العام في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة، ونناقش مع الشخصيات الوطنية، ونناقش مع بعض الجمعيات والمنظمات على أساس يعني الدخول بصياغ مشتركة في الانتخابات القادمة. ويؤكد مراقبون أن أهم مميزات المرحلة السياسية القادمة لتونس تكمن في تراجع الأحزاب السياسية التي كانت تقود العشرية الماضية للبلاد. لابد من التأكيد على أن الاستفتاء أثبت أن هناك قوى جديدة انخرطت في العملية السياسية وتعد للمشهد القادم، وأن أحزاب المعارضة التي حكمت الفترة قد اختارت البقاء على الربوة وعدم المشاركة في هذه الاستحقاقات، وبالتالي خسرت موقعها كشريك ربما أو كأغلبي في فترة قادمة. ويتضمن الدستور الجديد للبلاد سلطة تشريعية بغرفتين تتمثلان في مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، كما تحتاج البلاد إلى تعديل القانون الانتخابي للذهاب إلى انتخابات كلا الغرفتين. ويبقى أمل التونسيين من الدستور والمؤسسات الجديدة هو الاستقرار السياسي للبلاد، استقرار يمثل مفتاحاً لأهم استحقاق عاجل للتونسيين، الاستحقاق الاقتصادي وعودة دورة الحياة إلى طبيعتها. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.